مساء الورد اخواني خواتي متابعين القناة، حياكم الله. وصفة اليوم مهمة وفعالة جدا. وصفة اليوم راح تستعملها السيدة المتزوجة والبنات اللي على موعد مع الزواج بإذن الله تعالى، وحتى الرجال. ربنا يرزق الجميع بالذرية الصالحة بإذن الله تعالى. وصفة اليوم بمكون واحد فقط موجود في كل البيوت، بس الطريقة لازم تستعملونها زي ما أنا أقول لكم. إذا غيرتم منها ما راح تستفيدون في شيء، استعملوها زي ما أقول لكم. وصفة اليوم راح تهيئ البنت أو السيدة اللي تنوي على الحمل، راح تهيئ لها الرحم وتحفزه جدا قوية وفعالة. وبالنسبة للرجال اللي عندهم تشوهات في السائل أو ضعف أو قلة في السائل، فهذه جدا قوية ورائعة، يعني راح تستعملينها في نفس الوقت مع الرجال. وبالنسبة للبنت اللي مقبلة على الزواج راح تستعملها شهر أو شهرين قبل الزواج، أو حتى إذا كانت بنت بعيدة على الزواج، يعني تقدر تستعملها مرة كل 6 شهور عشان تحافظ على قوة الرحم بإذن الله تعالى. وصفة اليوم بمكون واحد فقط، تنظف الرحم، يعني تنظفه من الدم الفاسدة، من الشوائب، من أكياس، من كل شيء كل شيء. جدا رائعة، تنشط المبايض، تزيل التكيف، تحفز الرحم وتجهزه للحمل إن شاء الله. مليانة بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، راح تقضي على برودة الرحم، وهذا أهم شيء، إنك تقضي على برودة الرحم عشان ما يكون في ألام في الرحم أو أسفل الظهر أو عند الكلى، وتعطيك وجها شاحبا، يعني جدا قوية ورائعة. وصفة اليوم راح تكون بالماء والمسمار اللي هو القرنفل. القرنفل إذا كانت الحبوبة حق القرنفل كبيرة، لأنه عندنا في دول الخليج مرة كبيرة، يعني تلاقيها في دول ثانية صغيرة، فإذا كانت في دول الخليج وأخذت الكمية كبيرة، يعني حجم القرنفل كبير، فراح تحطين 7 إذا كان عندك الضغط يرتفع أو ينقص مرة، بس إذا كان عندك الضغط معتدل راح تحطي 14 حبة. بس بالنسبة للدول الثانية اللي عندها حجم القرنفل أو حجم المسمار صغير راح تحط 21 حبة، يعني عدد فردي، يا 7 يا 14 يا 21 حبة. راح تجيبين الموية الباردة العادية اللي هي في غرفة حرارة البيت، بس أهم شيء القارورة دائما تكون زجاج، إناء زجاج، أنا أفضل القارورة عشان تكون مقفلة محكمة إقفالها، عشان لا قدر الله غبار أو تراب ما نبغى نستفيد إلا من مكون القرنفل. طيب راح نغطيها وراح نستعمل هذه الوصفة الصباح، نشربها بالمساء، وإذا استعملناها الصباح نشربها بالمساء. كيف راح نستعمل هذه الوصفة؟ راح نشيل الزهر اللي موجود فوق عود القرنفل، عود القرنفل عليه زي الورد زي الزهرة، راح نشيل كل هذه الزهور، راح نستعمل بس العود، فهمتوا علي؟ راح نرميه في هذه الموية وراح نخليها 24 ساعة لين يصير اللون على أصفر، يعني باهت شوي، مش موية حارة أبدا، زي الوصفة اللي حطيت لكم من أول، حقة الكحة، حقة السعال، حقة الصدر، جدا قوية بس كانت في الموية الحارة. لا، احنا راح نستعملها في الموية حرارة البيت معتدلة، يعني عادي بدون ما نغليها. اوكي، بعد ما نظفنا القرنفل وشلنا الزهور اللي موجودة عليه وحطيناه في قارورة الموية، راح نقفل عليه 24 ساعة، وراح نستهلك كل يوم مقدار فنجان من الشاي نشربه، يعني هو مرة كويس، كويس لأشياء كثيرة، كويس للبرودة، للمشاكل اللي هي حقة الزكام والشتاء، بس اليوم راح نحكي على الحمل بالتحديد. كيف راح تشربينها؟ إن كان عندك الضغط يرتفع أو ينزل يأثر عليك القرنفل، راح تاخذين نصف فنجان تشربين الصباح ونصف فنجان المساء، أو مقدار فنجان واحد في اليوم فقط هو كافي، كافي ليزيل برودة الرحم، لينظم الهرمونات، لينظف الرحم، لكل شيء. في نفس الأيام اللي أنت راح تشربينها بعد الدورة مباشرة راح يشرب الزوج كمان معاك. إن كان الزوج عنده الغدة الدرقية راح ينقص من الكمية، بس هو راح يعالج أصلا الغدة الدرقية وراح ينظمها، لأنه إذا الزوج عنده الغدة الدرقية ناشطة إيش راح يحصل عنده؟ إذا عنده أصلا مشاكل في الغدة الدرقية ما راح يكون عنده حمل، أو يكون عنده تشوهات في السائل، أو يكون عنده لا قدر الله يحصل عندك جنين مشوه. في هذه الفترة لازم يشرب معاكي نفس الكمية يوميا، يعني أنت سوي قارورة لنفسك بالكمية هذه 14 أو 7، وهو يسوي لقارورة لنفسه لحال، أهم شيء يسويها وانت على الطهارة. أوكي، عقب الدورة مباشرة انت تشربين وهو يشرب لمدة 10 أيام تشربين. إذا كان عندك الضغط يعني حاولي تنقص الكمية فقط. البنت اللي قبل الزواج تشرب مدة شهر قبل الزواج، بس تشرب بعد الدورة 10 أيام فقط، مش الشهر كامل. راح تنظف الرحم وراح يرجع جديد وراح يتهيأ للحمل بإذن الله تعالى،
ربنا يرزق الجميع الذرية الصالحة. شجعوني بلايكاتكم عشان يرتفع الفيديو ويهم القناة هذا الشيء، زي ما أنا أسوي لكم فيديوهات وانفحكم. حاولوا تشجعوني فقط باللايكات وتعليق حلوة منكم. الله يرزق الجميع الذرية الصالحة. السلام عليكم.